ساعات قليلة بعد انطلاق عملية التصويت في أول انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد، مواطنين التحقوا بمكاتب التصويت باش يؤدوا الواجب الوطني ديالهم، فيما البعض الآخر لم يبدوا أي اهتمام بهذه الانتخابات. كاميرا اليوم 24 نزلت إلى شوارع الرباط العاصمة باش نشوفوا أجواء أول ساعات التصويت، نشوفوا جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعد يوم 4 سبتمبر يوم تاريخي بالنسبة للمملكة المغربية، لأنه يأتي بعد دستور المملكة الجديد، والمواطنون والمغاربة كلهم مدعوون اليوم للتصويت وللذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن مرحلة جديدة في حياة المغرب. أنا عاد دابا خرجت من مكتب التصويت وانتخبت بحال أيها الناس، ودليت بالصوت ديالي، والله يوفق الجميع. كان بودي أن أصوت اليوم نظرا لأهمية ديال اليوم، أهمية ديالو في المنعطف السياسي بالنسبة للبلد، لكن لظروف صحية جيت من مدينة العيون للرباط نظرا لظروف صحية، ونتمنى أن في الانتخابات القادمة يكون التصويت في أي مكان كان في المغرب، يمكن لك تصوت على المرشح ديالك. كما كتعرفوا اليوم كاين استحقاقات الانتخابات الجماعية والجهية، وإن شاء الله غادي نشارك لأن هذا واجب وطني، والخطاب ديال سيدنا الله ينصره اللي كان شجعنا ودفعنا باش نشاركوا بكثافة، نطلبوا إن شاء الله التوفيق لهذه البلاد وتبقى في سلم وسلام وفي هناء. أنا ما فراسيش انتخابات كاع، ما جاو عندي ما سولوني ما والو. فراسي اليوم الانتخاب وضروري ندلب الصوت ديالي اللي غنوضع فيه الثقة، واللي غادي ربما يكون مناسب ويزيد القدام ويسمع يعني يطور، يعني يكون يعني يخدم مصالح الشعب. احنا اليوم ما غاديش نصوتوا، عارفين اليوم بنت كاين التصويت، ولكن ما غاديش نصوتوا لحقاش خارج مدينتنا، اصلا ما مقتنع بحتى شي صوت انا نصوت عليه، وما عندي علاش نضيع وقتي. حتى واحد ما بين لينا الكفاءات ديالو، وكنتمنى انه يطلع شي واحد اللي ينقذنا ماشي يزيد يغرقنا. دابا متواجدين في مدينه الرباط، وعارفين بان التصويت علينا حق، ولكن في الحقيقه مازال ما لقيناش اللي قنعنا واللي بان الجبروت ديالهم واللي اللي استحق اننا نصوتوا له، داكشي علاش ما بغيناش نضيع وقتنا وجينا نقضيو غرضنا في الرباط مع اننا من فاس. وان شاء الله الوقت اللي نشوفوا شي واحد اللي هو ذو كفاءه مزيانه واللي استحق ماشي مشكل، واخا نضيعوا ماشي غير نهار، نضيعوا عام من شغلنا ونصوتوا عليه. دابا ما كتبش لحقاش مازال ما تقنعناش في حق الله.